I'm gonna go to the
يعني الناس كانت في الأرض عند الطفل. كيف؟ شكون هاي الصور؟ كبيرة كبيرة هي الشوية ديال قزن، الشوية الفحولة من تبسة، خنشلة من البواغي، قسنطينة، عنبة حتى لطمرس. تحية كبيرة إليكم. الشوية الحرار، الشوية الفحولة. منساش كل الأمازيغ الأحرار في الجزائر ولا في العالم كامل. أسا بيان سور لندي الاثنين 15 ماي 2023، الساعة هي 4:15. ألوغ نقول لكم مرحبا بكم، ورجيت باش نقسم معكم القهوة نتاعي الثانية نتاع اليوم. هذه الصباح شربت قهوة لبرا، مي هذه راح نشربها هنايا ونقسمها معكم. فوالا نقول لكم صحة القهوة النون. هايلة 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 بزاف بزاف بزاف. ألوغ البارح في الليل، خلاص جوي 12 تاع الليل، اتصلوا بيا بعض الناس، بعض الاخوه والاخوات اللي نعرفهم، وقالوا لي بلي شافوا منشور دار واحد السيد في لاباج نتاع خنشله، يقول فيه بلي كاينه امراه قاعده بحث البلديه القديمه ودوكا مقر الدائره، والجو كان شويه بارد كما تعرفوا خنشلة، جو ممطر وبارد الحال بزاف بزاف، وين حتى تساقط البارح ثلوج على المرتفعات نتاع شليه. وما ننساش باش نحيي كل سكان شليه، بوحمامه، قيس، وكل لي كومون المجاورين لخنشلة. لا ما نساوش الشار والعرش الاحمر، على كل حال خيانا خيانا الممشى وكل كل كل المعمارة وكامل. ألوغ ولاد بوغدير ما نساوهمش، الحولة ناس رجالة ما نساوهمش. كنت باش غلبت شوية، كنت راح نرقد، وليت عاودت من جديد خرجت من السرير نتاعي وهدرت مع المسؤولين تاع خنشلة. على كل حال حاولت نهضر معاهم باسكو راه الحال 12 تاع الليل، مي سامبلومون الشيء اللي نتأسف له هو ان نورمالمون شكون هو اللي سير في خنشلة كاملة؟ هو السيد الوالي. السيد الوالي ماهوش راح يبقى قاعد 12 تاع الليل، بصح مقر الولاية ما فيهاش غير هو، فيها دي كادر، فيها يعني اتاشي دو كابيني، فيها سكرتير جينيرال، فيها شاف دو كابيني، فيها السكرتير جينيرال، فيها بزاف الناس اللي يقدروا هما ينوبوا الدرال كما قال واحد الدال، هذو كامل اللي هما يقدروا ينوبوا على السيد الوالي. وهذ الناس هذو حتى هما ماهمش راح يقعدوا يسهروا ويستناو واش ما كاين مشاكل ومن لا، هو كاين نورمالمون بيرمانونس في كل مؤسسه تاع دوله تكون بيرمانونس. واذا درنا يوم بيرمانونس هذاك اللي السيد لو كادر دو بيرمانونس دو لا بيرمانونس
وانا ثاني كنت في لا بيرمانونس ساعه نكون شاف دو بيرمانونس ساعه نكون في لا بيرمانونس هو اللي يتحمل مسؤوليته الكيظال مش كل لكن لا غير اذا جاتو باكزومبل حاجه كبيره اكسا يعيط للمسؤولين نتاعو مي اذا كاين حاجه كيما هذه نتاع انسان ولا امراه راهي البرة والمرأة هذه يعني نشكر بزاف السيد هذا نتاع الصفحة اللي بلغ عليها وبرد الحال كما قال واحد قادرة مسكينة تموت البرة في البرد وكذا منا أول ما اتصلت به اتصلت بهذا تاع لابارمانونس الكادر دو بارمانونس تاع الولاية تكلم معايا واحد ساعة ومن بعد عجب لي هالسيد هذا قلت له فوالا هاي القضية هي القضية قلت له شوف كاين امرأة راهي يقولوا بلي راهي في راهي في الليلة هذه بيتها قدام البلدية وفي البلدية ليكس ميري دخنشلا اللي دركا راهي دايرة داروها دايرة واش يقول لي هي تكون وحدة خرجت من هذو نتاع المهابيل هذو من دار مراكش دوك نشوف كيف هي رجعوها وخلاص قلت له انا ما على باليش خرجت من دار مراكش ما خرجتش جات من بلاصه اخرى مع ضربها راجلها ضربها اخوها ضربها خالها خرجت وحدها مريضه مش ما على باليش قلت له انت راك كادر دو بيرمانونس شوف مع السلطات ثم يروحوا يشوفوا قال لي خلاص خلاص متهني متهني قلت له هز الرقم تاعي باش من بعد تكلمني ولا نكلمك واش درت فيها قال لي صاي صاي وعندي الرقم تاعك عندي الرقم تاعك وهو ما عندوش هو ما عندوش ستادير خلينا ترونكي فهمت دوكا خلينا ترونكي وهذه هي المشكله اذا نديرو بيرمانونس باش تهز المشاكل تاع الناس واش كاين ولا ما دريناش ولا يعيط لك واحد يقول لك راه كاين عقب اون بومب حطوها قدام الولايه تقول له دوك نشوفوا ما ولا قال لا 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 ما تخلقش روحك يكون باكي برك حطوه كذاك وخلاص لا يا اخي العزيز لا سامح لي اذا ما تاسوريش لا بيرمانونس انا يبان لي روح تروح خيلك روح تروح خيلك هذه وحده ثانيه اذا السيد هذا ما عندوش لي مويان باش يدخل ولا ما عندوش حق يدخل ما كان له ما كان له يحكم على بيرمانونس ما كاين لا يديرو بيرمانونس يروح يروح لدارو خير سيتو اذا غير باش يقعد في البيرو واللي عيط يكتب قالوا عيط فلان ويكتب في الريجستر نخليوه ستاندارتيست برك بزيد ما كاين لا نديرو كادر دو بيرمانونس سبحان الله وهذا كادر دو بيرمانونس يقدر يكون شيف سيرفيس نتاع كيف اسمه نتاع دي بي اتي يكون شيف سيرفيس نتاع تريزور يكون دونك السيد للاسف ما دار والو ما دار والو كي كلمت ناس اللي بحد البلدية قالوا لي ما جا حتى واحد وواحد ما جا هاك الساعة اتصلت كيف اسمه بالحماية المدنية لونيتي دانترفونسيون اللي لقيت انسان يعني فريمون انسان محترم انسان يعرف خدمته ديك قلت له قال لي ما تقطعش ولا بري اون شارج لافير تو سويت راحوا عند المرأة هذه دورية اللي كانت الحماية المدنية والدورية نتاع الشرطة وراحوا لها المرأة هذه لقوها مرأة قاعدة في البرد وكذا ومنا كما قال واحد ولو عيطوا للمدير تاع لاداس مشكور حتى هو وكما قال واحد وشافوا المشكل تاع المخلوقة هذه هالمرأة هذه على كل حال وقاموا بها وقاموا بها مالوريزمون مالوريزمون كيما نقول مالوريزمون كيما في السابق قلت باللي خنشله الماضي نتاعها خير خير من المستقبل نتاعها الماضي تاع خنشله بكري خير من المستقبل بكري خنشله وانا صغير نشفى عندنا الهياكل كامل الانفراستركتور كان كل كاينين من بينهم مطار من بينهم مطار لاش تاع مطار تاع ميليتير مي كاين مطار كاين غار فيروفيير كاين 5 سال دو سينما وخيلا 5 ولا 4 كاين سيني جمال كاين كيف اسمها رويال سيني رويال سيني جراد سيني شابور
البالي اربعه كاتر سالدو سينما اليوم كان حتى واحد حتى واحده. مطار ما كانش، كار فيروفيار ما كانش، كان فيها في سبور خنش البكري ايكيب تاع سيكليست سيكليزم ما كانش دونك خلاص، كان فيها ايكيب تاع الفولي دونك ما كانش، كان فيها ايكيب تاع الهون دونك ما كانش، كاين بكري خنش لا ايكيب تاع البوليزم يلعبوا البول لي بول ما كانش دونك ما كانش خلاص. كان فيها ايكيب تياترال تياترال يدور تياتر من بينهم من شفع عليها خلا الله يرحمه وانا صغير. كاين بي صبر شراش يتغني صبر شراش حسينه ربي يرحمها. كما قال واحد خنشله كانت فيها بزاف يوم ما كان والو، تعرفوا شنو هو؟ زيرو، تعرفوا شنو هو زيرو؟ زيرو. الخطا اللي فات راحوا اجتمعوا في خنشله الحكومه كامله هبطت الخنشله، حكومه كامله هبطت الخنشله، حنا قلنا صاي مادام هبطت حكومه كامله مشيو تبون مد كيما اسمو خطاش نهار جا في كي كان باش يدير رئيس جاب الحمله الانتخابيه وقال لهم نوعدكم باللي راني نجي هنا وندير وكذا وكذا، بعث الحكومه يعطيه الصحه. المشكله ما كان والو، راحوا اجتمعوا الريح في الشمال ما كان والو، ريان ريان ريان. حتى لي زانفراستركتور هادو نتاع كيما نقولوا حنا داكوي ولا لي بارجمون ديرجونس ما كان والو، ريان دو تو، ريان دو تو، ما كان والو في خنجر. على كل حال جماعة لا بروتيكسيون سيفيل مع الشرطة ومع رئيس مدير مدير نتاع لاكسيون سوسيال لقاو حل لهذه المخلوقه هذه، داوها ساعه تبات الليله هذه البارح بات الحمد لله في اون سيكوريتي، ودوكا راهم يديروها في ملف باش سوا يديوها دون ان سونتر اللي يستقبل النساء كيما لا كاتيغوري تاع المراه هذه، هي المراه عندها مشاكل عائليه. المشكل هذا مشكل في خنشله، المشكل هذا في الجزائر كامله. يا ربي كاين على حساب المعلومات اللي عندي 3 سنتر سورتو تريتوار ناسيونال، وهذا قليل وقليل 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 وقليل. وانا ما نلومش الناس اللي تسير في البلاد، والله ما نلومهم، لا 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 اسمح لي. دوكا كيما قال لك نهار واحد السيد كيجي الوالي ويدير اجتماع مع المجتمع المدني ومع الناس اللي نتاع خنشله ويقول لهم واش خصكم يا جماعه، واحد يقول له حللنا لي فرونتيير نروحوا نصرحوا احنا رانا منطقه فلاحيه، واحد يقول له حنا نحبوا جامع، واحد يقول له شوف لنا دير لنا ونصليو، واحد يقول له دير لنا جامع نتاع القران، واحد يقول له انا ما نلومش المسؤولين، عندكم الحق يا مسؤولين، خليوهم افتحوا لهم خلي يروحوا يصرحوا، افتحوا لهم خلي يديروا يقريوا القران، افتحوا لهم خلي يصليوا وخلاص. ناس كيما هادو اللي كيما امراه كيما هذه الا غالب دوكا هزيناهم شارج كيما قال واحد ناس، مي كيما نكونوا صغير حنا الناس ما يتصلوش بينا ولا ما نعرفوش، خلي الناس تموت، خلي الناس منا والله يسهل وخلاص، روحوا تصرحوا وروحوا كيما قال واحد وروحوا قراوا القران وصليوا وقعدوا وخلاص، وصلوا حتى تموتوا وخلاص. هذا ما كان سيتو المسؤولين لا غالب المسؤولين قداش الخطره كيجي مسؤول ويقول للناس تاع خنشله اسمعوا يا ناس انا راني جاي مسؤول نقعد نعقب ايامات عندكم ونروح، مي اللي يخدم بلاده هو الدمع، هو الشعب اللي يخدم بلاده، مي مادام الشعب ربنا ولك الحمد قاعدين من الصباح لليل وهما يسبحوا يسبحوا ويوصلوا وقال لك حقه حقه، واحد يهضر لي على جنيه، واحد يهضر لي على كيف اسمه مكه راهي في ولات راح نديروا نديوها لسيدي بن العباس ومعاش تكون في عند السعوديه، واحد يهضر لي على دونك كي تلقاو تهضروا على حوايج تافهين واش تحبوا كيفاش تحبوا تقدموا ولا تحبوا الناس يهزوا كيفاش مو اون شارج الناس مساكن كيما هالمراه هذه، وهي قادره تكون في كل بلاصه امراه يضربها راجلها تخرج في الليل ولا يخرجها في الليل، هي ولادها ما عندهمش وين يروحوا، ما عندهمش وين يروحوا. لو كان ما تكونش عندها دار باباها مسكينه المراه هذه كيما هذه نتاع البارح، لو كان ما يكونش عندها باباها ولا ما يكونش عندها خاوتها ولا ما يكونوش ناس يهزوها، تبقى في العراء، تبقى مسكينه بيتها في العراء باش يجيوك الساعه للسولاخ ويجيو الناس اللي تشرب في الكيف
والناس اللي تشرف الكراكب يتعدوا عليها، يتعدوا عليها. وانا نقول لكم تعدوا على حتى على نساء مساكن مرض عقليا، تعدوا عليهم وداروا لهم الكرش حشاكم. على كل حال وهما مساكن مرض، كاين مرض داروا لها الكرش مسكينه. انا نقول لكم في خمشله ما تنجموش تقدموا لها على لو كان جي على مترتين، خمس مترات مش مترتين، خمس مترات ما تقدرش تقدم لها من الخماج اللي فيها مسكينه. الريحه نتاعها اوندي تعقب على زيكو ما تعقبش عليها هي. هالمرة هذه راحوا لها ولدي اونسنت باش تشوفوا كيفاش. حتى في سكيكدا، حتى في سكيكدا صارت طفله مسكينه ما عندهاش بدون ماوى، تعدوا عليها وراي بالحمل. باش نقول لكم انا راي بالحمل معناها عندها مده. على كل حال دوكا ما على باليش وراها الطفله هذه. واش نقول لكم، اسمحوا لي كما اسمحوا لي باردون اكسكيوزي موا، كما كنت نقول لكم يا ناس، كل بلاد عيبها على ماليها وعيبها على رجالها. اذا الرجال تاع البلاد هذه قاعدين مازالوا يباتينيو، مازالوا يباتينيو ويتحبوا المسؤولين، المسؤولين ماذا به، المسؤولين ماذا به، قال تحبوا جامع يبا خاطيكم دوك نبني لكم جامع سكا حتى مشكل، اركعوا وصليوا وقعدوا ترونكيلو صافا ما كان. حبيتوا تقراوا القران، اقراوا القران وهنيونا ترونكيل. اوكي انظر هاد الناس هادو المساكن الغاشي الراشي كما يقول واحد الصحفي، ما على بالهمش مساكن، ما يقولوش كيفاش حنا ولد المسؤول ماهوش معانا. علاه ولد المسؤول ما يجيش يقرا القران معانا؟ علاه ولد المسؤول ما يجيش يصلي معانا؟ علاه ولد المسؤول ما يجيش يدير معانا لاكو على الحليب؟ علاه ولد المسؤول ما يجيش يحوس على الدقيق معانا؟ علاه بوركوا؟ شفتوا كيفاه ما يحوم ما يخموش هما وما يخموش وما يكون يقول كيفاه. سبحان الله حنا قاعدين نصليو ولاد المسائل كامل ما يجيبش ولا يجيو خطره. كيما قال واحد وكان كيما قال خطره جا عندنا البريمير مينيستر، جا عندنا البريمير مينيستر فيزيت اونفا مش فيزيت، جا فيزيت بريفي باسكو توفات خالته وربي يرحمها. حتى اللي ما كانش يصلي ولا جاي يصلي كي عيطوا الامام قالوا قالوا خلينا ثلاث بلايص ثلاث رونجيات من قدام. حتى قال لهم الامام هذاك الله يرحمه على كل حال سي محمد العربي، قال لهم لا راني في السينما لا ولا. حتى الناس اللي عمرها ما صلات كي سمعوا به جاء دخل المسجد، الناس كل جاو داخلين ولاو داروا الصف يركعوا معاه وهم عمرهم ما دخلوا. يعني والله غير ما يعني الناس كيما هادو كيفاش حبيتهم. شي اللي بكي وشي اللي ضحك كيما يقول واحد مرا يا جماعه، انسان مساكن قادر انسان راجل يضرب مرته يخرجها لبرا لو كان ما يكونش عندها ماليها مسكينه، والله يسرى فيها ما يسرى. والله كيما كنت نحكي لكم على انسان مساكن مجان يعني ما مش في عقلهم مساكن، وتعدوا عليهم ناس. انسان مسكين مختل عقليا قتلوه على الخمسه نتاع الصباح، قتلوه ضربوه هو قاعد مسكين، ضربوه بحجره للدماغ قتلوه. دونك كي تشوفوا مراه مسكينه تطايش لبرا والناس راكده في ديارها واحد ما على باله، مسؤولين ما على بالهمش. كما قال واحد هذه هي الكارثه. بصح مسؤولين كما قلت لكم مسؤولين بعثوهم يلقاو هذا الشيء هذا. انا كي نهضر مع ديريكتور تاع لاكسيون سوسيال والبارح على كل حال نشكروه على المجهودات نتاعو، ولا نهضر مع المسؤولين ويقول لي يا خويا سيرتو الشرطه يقول لك يا خويا انت بعثنا نهزوا هذا السيد هذا، احنا هزيناه هيا اعطينا وين نديوها، اعطينا وين نديوها خويا. ما كانش خنشله كامله فيها وين جهه نتاع الناس هذو الناس الكبار هذه بالدوسيي وكذا منا باش تخش لها، ولا عندهم واحد البلاصه يقولها دار مركيش، وتحيه كبيره الى لافامي مركيش. كيف اسمه واش فيها؟ فيها يرقدوا فيها الناس مساكن اللي مرض عقليا. والله لا يشوفكم فيها بلاصه، الله لا يشوفكم فيها، الله لا يشوفكم فيها. ما كانش يا با دانفراستركتور، ما كانش ني واش يقولوا ايباجون ديرجونس ني وين جهه يروحوا نساء كيما هذو دي فام باتو دي فام اللي خرجها راجلها، امراه اللي غلب عليها ما عندهاش وين تروح. ما كانش باش كي يجيونا الناس مسؤولين. قال خويا دير لي بريوريتي، هذه هي دير لي خويا
ايباجمون ديرجونس اخويا، قادر تصرى لاي واحد، قادر تصرى لاي واحد. حنا عرفنا ناس كانوا لاباس عليهم وصبحوا يطيشوا في الشارع، وصبحوا يطيشوا في الشارع. دونك مي باش يقولوا المسؤول، قال لي مسيو الوالي ولا مسيو المينيستر، كيجي مينيستر يجي يدور في ولايه، قال حبس اسي محمد، انت جاي تضرب العسل وتضرب وتدي برنوس وتروح ولا واش جبت عاسيدي تو دابور؟ واش جبت الناس؟ ما كان والو يا خويا، ما كانش خلاص، ما كانش خلاص لا بيزيد خلاص. ما يديروا وشكون يدير هذا؟ يديرهم الناس الفحوله، الرجال كي ظل رئيس بلديه منتخب، كي ظل بي ابي وي منتخب، كي ظلوا ناس منتخبين ولا ما يخافوش هكذا يديروا. بالحبس سيد الوزير، انت جينا اليوم يديك فارغين، واش من فيزيت ديرنا هنا؟ واش من فيزيت جاي تشوفنا يا سيد الوزير؟ ما كانش. واش المشاريع اللي جيت عندهم؟ وانا هما المشاريع اللي جيت لنا؟ ما كانش، ما كانش. انا نقول لكم يا ناس، راه قليل يتكلم الكلام هذا، قليل يتكلم الكلام هذا. الناس كل حارزين غير تحيه تحيه، صفق 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 صفق. انا ما نصفقش، نصفق الواحد كي يخدم، كي واحد نشوفه باللي يخدم. كيما البارح جماعه لابروتيكسيون سيفيل تاع خنشله نحييهم، وكيما قال واحد يعطيهم الصحه، الناس خدموا غير عيطنا لهم، قاموا بالخدمه نتاعهم، يعطيهم الصحه. ديريكتور تاع لا داس يعطيه الصحه بارك الله فيه. كان وقت وين انتخبته، وكان وقت وين كي نتكلم معاه ويقول لي راني درت وهاني درت وهاني درت، نقول له صحيت يعطيك الصحه. حنا هكا ما نحتاجو يعطينا واحد دراهم، ما نحتاجو واحد يعطينا حاجه، ما نحتاجو مسؤوليه، ما نحتاجو والو. حنا نحتاجو الناس تخدم الشعب. بوان على لين، بوان على لين. ونقول لكم خطره مع والي، على كل حال في بريفينغ، جينا باش نديرو بريفينغ، قلت لهم حبسوا، ما نديروا والو هكا. بعد جا داخل الوالي، قلت له مشي الوالي، قال لي قلت له ما نهضروا حتى على حاجه حتى تقول تعطينا وين هم المشاريع اللي قلت لنا عليهم. هذا وين هم المشاريع اللي قلت لنا عليهم مشي الوالي؟ قال لي كيفاه وين المشاريع؟ يا سيدي جبت له الاخر، قلت بلي نديروا حتى المشروع ما كانش، حتى المشروع ما كانش، حتى المشروع ما كانش، حتى المشروع ما كانش. وين هما كانوا؟ نبقاو غير حنا نكتبوا برقله ها المشاريع ها ما كان والو. يا ولي الشيء اللي هضرنا عليه في السابق ما كانش. غادر الحال قال لي ما كانش كونسي، ما كانش البريفي، خلاص في لمن، اي جينا خارجين. قال وين تمسخروا ولا؟ وين قاعدين نلعبوا هنا ولا واش؟ يا كل شيء اللي هضرنا عليه كامل ما كانش يا سيدي. قالك انا خاطي، ها شكون؟ قالك اخويا ما بعثوليش من لا 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 يا اخويا ما بعثولكش، ما تقولنا. قال ما كانش. قال اخويا ما نهضرش، نهار يعطيني المشاريع ويعطيني الدراهم نتاعهم ويعطيني منها نهضر لكم. مي قال انا راح ندير واش يقولوا في خنشله، نضل نسبيو الدول للولايات تاع الشرق كامل، ظهر ما كانش، داوه لبلاصه اخرى. ما تقولهولناش اخويا، تقول هنا يطمعوك بيا وتجي تقول هنا احنا نكتبوا في جورنال ومن بعد ما كان والو. يا لا ما تقولهولناش يا اخويا، سيتو ما كان لا. قاعدين نقصروا حنا، وحنا الشعب كنا راكم قاعدين تقودوا، راكم قاعدين تسفقوا. وين هما هذوش المشاريع اللي كتبتوهم؟ هذو قلتوا باللي هاو هاو هاو، وين هما 10 اللي قلتوا عليهم؟ ما كان والو، زيرو زيرو. وتجي تلقاو الناس هذو زعما لي زيلو، ها المنتخبين زعما اللي باش يمثلوا الشعب، انت تهضر معايا يقول لك يا خويا البريوريتي نتاعنا ماهوش المطار. داكور اخويا، البريوريتي نتاعنا ماهيش واش يقولوا كار اخويا، لا كار عندنا ما نديروا بها لا كار. البريوريتي نتاعنا ماهوش سي اش يو يا سيدي، ماهوش سي اش يو هنا، لا لا كاينش. ايه ماهيش سي اش يو، ماهوش بريوريتي نتاعو. البريوريتي نتاعو كي مرض واحد نهزوه نجريو به القسنطينه ويقولوا لنا ما كانش. هذا هضر على خنجلة، هضر على خنجلة. مطار ما كان لا، روحوا لباتنا ولا ساعات حتى باتنا ولا وقينا مقفول على حسب ما نعرف، هو ولا محلوم على باليش. تتبسى قال لك مقفول، يدير خطره وحده ويروح جي با بوكوا. دونك ما تير ما كان، ما كان والو. زيد لي زيبارجمون ديورجونس ما كانش، اوترمون كان بريوريتي الاولى هو لي زيبارجمون ديورجونس. علاش؟ باسكو اي واحد يكون في الزقاق الشرطه تجي ولا تجي لا بروتيكسيون سيفيل، ماهمش راح يديوه للكوميساريا، ماهمش راح يديوه عندهم كيف اسمو لا كازيرن تاع لي بومبيي. سبحان الله، حنا شفت واحد الوقت نهزوا انسان حطوه في لومبيلونس تاع لي بومبيي مع الطبيب باش يهز له لاتونسيون تاعو يشوف كذا منا. بون اي وين نديوه؟ ما كانش، ما كانش، ما كانش، ما كانش. خطره حتى دخلت امراه انا للسبيطار، قلت لهم دخلوها لوبيتال وممنوع يا سي محمد، ممنوع تدخل امراه للسبيطار. يا ودي غير تقعد برك في السخانه حتى الغدوه يدير ربي يطريك.
حشموا منها الناس دخلوها لوبيتال قاعده في السخانه ما كانش ما كانش وهذه كامله واحد يهضر عليها اسمحوا لي ما كانش ما يهضرش عليها سي اش خنشله كامله يجيو لها من كل بلاصه خنشله يضربوا بها هنا فرد كما قال واحد عندنا وقيلة زوج سبيطارات 120 سكي ديري 120 سكي ما يكفيش ما يكفيش الناس تولد قالوا لي ساعات يفرشوا لهم في واش يقولوا في 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 الكولوار ما كانش ما كانش اتكلموا يا مسؤولين حنا ما ماناش هنا باش ننتقدوكم اتكلموا قال ما عندناش يا جماعه ها هو واش لازم لازم يا مسيو البريمي مينيستر يا مسيو كيف اسمه البريزيدون دو لا ريبوبليك راه ما عندناش ماترنيتي نتاع عندها قرن ملي كانت الحاجه الله يرحمها مدام كيف اسمه وزراره ربي يرحمها كانت حاكمتها وحدها حتى بكري كانت هي ما كانش حتى لي جينيكولوج ما نحتاجوهمش باسكو لي كومبيتون الوقت هذاك ما كان والو لليوم ما كان والو ريان دي تو ايكول باراميديكال يقولوا عليها هاي كاينه يتمسخروا بينا كل خطره وعندنا ايكول باراميديكال لحقتها حتى البروجي ما كان راح ولا داو ولا ما عرفليش ما كانش ما كانش شكون يهضر ما كانش شكون يتكلم يا ناس ما كانش سمحوا لي سمحوا لي بهذه القضيه هذه سمحوا لي على كل حال ما مش هنقول لكم نقول كيما هكا خطره وهذه كامله نورمال تكون ما نهضرش غير على خنشله نهضر على لي ريجيون كامله كيما كان في خنشله لازم تكون فيهم البواغي كيما في تبسه كيما في سوق هراس كيما في تيارت كيما في لازم يكون لازم يكون لازم وشكون اللي لازم يكون لازم ولاد البلاد هذوك هما بعد الناس المسؤولين مسؤولين اسمحوا لي حاجه اللي ما يستاهلهاش كامل يجريو على البورتفاي تاعهم كيما يقولوا هما وخلاص هذا ما كان سيدي هما يجريو على ولادهم يجريو على الاخر والشعب يجي الولي سيدي الولي يا حم والديك عندنا بروجي راهو قداه خطره راهو حابس واش هو عندنا مسجد زعما باش ندير حطوه هاو البلون تاعو هاو ما كان والو سيد ما اه معليش الوالد ما كاينش مشكل دوك نشوفو كيفاش رونسيو لكم المسجد هذا هذا هو البروجي هذا هو البروغرام تاع نتاعنا دوكا مسجد نقراو القران مسجد نقراو القران مسجد نقراو القران وكي يتحرق واحد مسكين تيرو حاجه نهزوه في لومبيلونس ما يجي يوصل القسنطينه ولا يوصل باتنا يموت في الطريق هذا هو هذا نضع على خشنا على كل حال ربي يجيب الخير من بعد ان شاء الله بدات نرجعوا في بور ريكابيتولي راهو لازم انفراستركتور ديورجونس سورتو خشنا لازم ان سياش لازم كيف اسمه لي زيباجمون ديورجونس سورتو بور لي فام مراه بولادها يطيشها راجلها تخرج لبرا بولادها ما كانش شكون يهزها كيف انا نجيو الشرطه يهزوها يدخلوها ذراع على راجلها يقولوا ما نحبهاش ما عندهمش حق يقولها الشرطه روحي للعداله وقتاش تروح للعداله وين تروح ساعه قبل ما تروح للعداله وين تروح لازم تروح ساعه ندخلوها دون زاني باجمون ديرجونس كيما قال واحد تبات هي ولادها وتقعد وتجيها اسيستون سوسيال تهضر معاها ويشوفوا لها واش ولادها لازم يروحوا يقراو وكذا وهي دير لي بروسيدور مي لازم هكا مي لا بوليس ما يقدروش يجيو يهزوها قال واش شكون هذا راجل كذا هذا اللي تطيح اي روح ركبي معنا يا طب اي تطبوا عليها يا حل ادخل ما كانش ما ممنوع ما سي با لوجيك يا خويا حوس الله يسهل عليها دار مليح خير ما يقتلها هي تروح تشوف اذا عندها موليها هي تروح لموليها ما عندهاش موليها لازم لها اي برجمون ديرجونس وهذه ما كانش ولا با ما كانش سي تو الخطا اللي فات وقيله في سكيكدا وقيله ولا والله ما على بالي اللي كيخرجوا البنات مساكن من المأوى تاع احمد تاع كانوا كيخرجوا وعدوا عندهم 18 قال لهم نديوكم مع لي بيرسون زاجي كيما قالت لهم وحده يا ولدي انا في عمري 18 سنه تديني مع لي بيرسون زاجي شفتوا كيف هي الناس ما كانش لي زانفراستركتور ما كانش الشيء اللي لازم نديروه ما نديروهش والشيء تاع التمسخير لا هذا الي قيم دين هنا توتالور